بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس مصطفى محمود، برحب بكم يا أولاد طلابي أبنائي وبناتي طلاب وطلبات الثانوية البريطانية اي جي سي اس اي منهج اي سي تي، وما زلنا في شابتر 6، وكنا اتكلمنا في السيجن اللي فاتت حوالين النقطة 6.3 اللي هي measurement application، وكنا قلنا ان measurement application using sensors and other electronic hardware such as the microprocessor and are many and varied. This type of application but involve a sensor constantly taking the measurement data such as the temperature, rate of rotation, light intensity. وبعدين اتكلمنا عن الادفانتجز بتاعه الميجرمنت ابلكيشن ديت، وقلنا اهم مميزات ليها او ادفانتجز ان الكمبيوتر wouldn't forget to take reading، والكمبيوترز response time بيبقى is much faster. Very important in hospital مثلا والمونيتورنج ابلكيشن. وقلنا برضو ان ليه عيوب او disadvantages موضوع الميجرمنت ابلكيشن ده، ان الكمبيوتر unable to respond to unusual circumstances، والكمبيوتر equipment and measuring software can be expensive، بيكون غالي طبعا عشان تبريبير او التجهيزات الخاصه بالكمبيوتر equipment او السوفت وير for purchasing and setup in first place. طيب احنا اليوم ان شاء الله هنكمل الموضوع وهنتكلم عن المايكرو بروسيسور ان كنترول ابلكيشن. اتكلمنا خلاص ان احنا محتاجين سنسورز عشان يريدنج الداتا، طب نكنترول باي ذيس ابلكيشن ازاي؟ يعني نتحكم في التولز اللي حوالينا، او نتحكم او نكنترول اني تولز نقدر ان احنا سويتش اون اند اوف، يعني ده الخلاصه يعني هاو داز ات ورك. فهو بيقول لك ان كنترول ابلكيشن سنسورز اند مايكرو بروسيسور اور كمبيوتر ار اجين يوزد. طب تمام، يعني انت برضو السنسورز والمايكرو بروسيسور بيستخدم في عمليه الكنترول ده اساسي، ما نقدرش نستغنى عنه. ازاي بقى؟ سنسورز سند داتا تو مايكرو بروسيسور اور كمبيوتر ويتش ذن كومبيرز الانكومينج داتا تو ستورد فاليوز اور داتا انترد ايرلي اون. يعني انت الداتا قريتها من السنسورز بعدين بتسند تو كمبيوتر او المايكرو بروسيسور. طب لما بيرمز للكمبيوتر يقول لك المايكرو بروسيسور خلاص عشان يبدا يهاندل ذيس داتا. وبعدين as with the measuring application ببرامج بقى التطبيقات بتاعتك and ADC، لازم طبعا عشان تدخل الداتا اللي جايه من السنسور دي محتاج انت analog to digital converter. بص طبعا ال measuring application may be needed before microprocessor or computer on process the data. قبل ما يتم معالجه البيانات او اتخاذ ال decision making for these data لازم يتم تحويلها to digital data. طيب ال microprocessor or computer will check these data او الانكومينج داتا دي اللي جايه من المايكرو بروسيسور. خد بالك عشان الخطوات دي او الستبس دي واحده في كل الكنترول ابلكيشن. بتقرا الداتا من السنسور، تبدا تحولها الانالوج تو ديجيتال كونفرتر عشان تدخلها على المايكرو بروسيسور. تبدا بعد كده المايكرو بروسيسور بيعمل ايه؟ بياخد الانكومينج داتا دي من اوتسايد من السنسور ببارامتر معينه، وبعدين زي مثلا التمبريتشر اللي جايه من السنسور، زي السنسنج فور بوليوشن، اني داتا جايه من السنسور. وبعدين بيبدا يشوف البريسيت داتا. خد بالك من المصطلح ده، البريسيت او الستورد فاليو في الكمبيوتر. بيعمل بيها ايه؟ بيبدا يكمبير، بيبدا يكمبير يشوف التمبريتشر اللي جايه دي من السنسور مع البريسيت فاليو. لو التمبريتشر مثلا، لو احنا بنتكلم عن سنسور فور تمبريتشر از جريتر ذان البريسيت فاليو، الداتا اللي جايه من التمبريتشر اعلى من البريسيت فاليو اللي انا مخزنها اوريدي او مديها بريسيت للكمبيوتر، ايه اللي يحصل؟ الكمبيوتر على طول بيبدا يمانيبيليت ذيس داتا ويسند سيجنال عشان يسويتش اون او سويتش اوف الداتا. هو طبعا انا قريت ان التمبريتشر greater than البريسيت فاليو، يعني هي عدت او اعلى من او greater than الايه الحد اللي انا بريسيت او عامل له سيتنج، فيعمل ايه؟ فطبيعي لازم اسويتش اوف، لازم اسويتش اوف. وده اللي بيقوله لك، ان انا هعمل سويتش اوف للست اللي معايا او للديفايس اللي معايا. لو احنا بنتكلم على مثلا temperature for heater، مثلا for heating water مثلا. طيب لو temperature less than، لسه هي اقل من البريسيت فاليو، خد بالك من مصطلح البريسيت فاليو ده، يبقى هيحصل ايه؟ هيتنيت هي هي هيظل او كونتينيو ان سيجنال، ولكن هو هيسويتش اون، هيسويتش اون لان لسه ما وصلش النقطه جيند ذا بريسيت فاليو، لسه هي لوور ذان. طيب
خد بالك القاعده دي تحفظها. يبقى الخطوات بتاعتك مايكرو في سنسور ريدنج داتا بيسند تو مايكرو بروسيسور باي انالوج ديجيتال كونفرتر. المايكرو بروسيسور بيكومبير ذيس داتا with البريسيت فاليو. بيبدا بعد كده لو جريتر ذان البريسيت فاليو، لو هي لسه لوور ذان الداتا اللي جايه، لو الفاليو اللي جايه من السنسور جريتر ذان البريسيت فاليو خلاص يبقى كده عدى المسموح او ماكسمايزد، يبقى في الحاله دي يسويتش اوف. اما لو كانت لسه لوور ذان البريسيت فاليو اللي هي جايه من السنسور يبقى يسويتش اوف. طيب Unlike the measurement application, microprocessor computer will take some action which will ultimately affect the next input value. بناء عليه طبعا هيبدا ياخد المايكروبروسيسور الاكشن اللي هياخدها في النكست فاليو ات ريسيفد، وهيستمر يعني continue doing this a process. The microprocessor is controlling the application. Some control type من امثله او for example examples على controlling application عندنا هنا six applications. الاوتوماتيك واشنج ماشين اللي ما عندنا في كل البيوت الواشنج ماشين وكيفيه شغلها طبعا، والاوتوماتيك اوفن كوكر زي الميكرويف او الاوفن كوكر العاديه، انت بريسيت فاليو معينه وبيبدا هو يشتغل اوتوماتيكلي ويبدا يسويتش اون او اوف على حسب الداتا اللي انت بتديها له. والسنترال هيتنج، السنترال هيتنج اللي هي التكييفات المركزيه او ممكن يكون سواء بالهيتنج او بالكونديشننج اللي هي ايه الاي سي. فاحنا هنا بنتكلم على الايه السنترال هيتنج فاليو. والكيميكال بلانتس، كيميكال بلانتس اللي هي زي ما تقول كده الاماكن اللي هي المزروعه اجريكالتشرنج اورجانيك بليسز، ماشي، اللي هي الاماكن المزروعه حديثا يعني باي سنسور هنشوفها كمان شويه برضو. والكيميكال بلانتس غير غير الجلاس هاوس انفايرمنت كنترول. الجلاس هاوس انفايرمنت كنترول هنشوف برضه كمان شويه اللي هو البيئه الخاصه بالزراعه العضويه او الاورجانيك بلانتس. طيب هو هنا هيبدا يتكلم على الاوتوماتيك اوفن والسنترال هيتنج والكيميكال بلانتس والجلاس هاوس انفايرمنت، هنشوفهم مع بعض. اول واحده الاوتوماتيك اوفن او الكوكر، خد بالك انت طالما فهمت الخطوات اللي احنا قلناها من شويه دي هتبدا تطبقها، بس مع اختلاف different of the value of sensor from sensor. يعني مثلا انت بتتكلم على heating sensor هنا automatic cooker، يبقى انت بتتكلم على heating sensor. انا automatic cooking بيستخدم cooker او oven بيستخدم temperature sensor، يعني ده بيستخدم temperature sensor. طيب اذا انت and a number of control to set the cooking time، انت في عندك كوكر معين بيطبخ او جهاز مثلا مايكرويف بتسيت ذيس ديفايس على تمبريتشر معينه. طيب وبعدين بالتالي هيحصل سويتش اون او اوف للكوكر ده بناء على البريسيت فاليو اللي انت هتديها له. فيرست اوف اول اللي بيحصل بقى الخطوات بتاعتك، انت بتظبط الستارت تايم والاند تايم للكوكينج، تمام؟ يعني انت عايز تظبطه مثلا بعد ربع ساعه يكوك الخضار بتاعك مثلا او يكوك اني ثينج مثلا في خلال 14 مينت، يبقى انت كده عملت له ايه الستارت تايم والاند تايم. دي الاكتشوال كوكينج تايم، انت عايز تطبخ لازم تطبخ مثلا خلال ربع ساعه بس، اكتر من كده ما يعديش، يبقى انت بتدي له الفاليو ده اهم حاجه خد بالك. طيب وبعدين دي الانترنج داتا، ما انت محتاج انتر واوتبوت. الانترنج بتاعتك او الانترنج داتا اللي هي البريسيت تايم او الهيتنج تايم. المايكرو بروسيسور بيتشيك بقى عندك هنا اهو، حتى يقول لك ايه التمبريتشر سيلكتد، برضه بتحدد التمبريتشر وبتحدد الايه التايم بتاعك. طيب وبعدين بيبدا المايكرو بروسيسور بتاعك بيتشيك السيت اجينست الكرنت تايم وين ذي، يعني هو اصلا عنده تايم بيبدا عدد بقى كده او كاونتر يحسب يقارن يكمبير او يتشيك التايم اللي انت حطيته. انت قلت له مثلا الساعه كذا يكلوز مثلا او يستوب او يسويتش اوف، فبيبدا هو يقارن التايم اللي انت حطيته له او خلال 15 مينت مثلا، فبيبدا الكاونتر بيعد كده لحد ما يوصل 15 مينت، 15 اللي انت اصلا اديتها له، تمام؟ بيبدا يتشيك التايم اجينست الكرنت تايم اللي انت انترد اصلا. طيب وين ذي ايكوال، لما يساووا بعض المفروض يحصل ايه؟ خلاص يعني انتهت المهمه او التاسك خلصت، فبالتالي الكوكر هيتنج اليمنتس بيعمل ايه؟ بيبدا يشتغل، يبدا يهيت. هنا انت مديله خلال تايم معين، اول ما تبدا يشتغل التايم يبدا يسويتش ايه اوف للتايم لو خلص التايم بتاعك. طيب الهيتر برضه بيبدا يشتغل يسويتش اون. وانس الكوكر اوفن ستارت كوكينج بروسيس
المايكرو بروسيسورز ان كونستانتلي تشيك اند تايم، بيبدا وهو شغال وهو بيهيت بيتشيك الايه الاند تايم. طيب انت محدد له كمان درجه حراره معينه اجينست الكرنت تايم، يعني انت الكرنت تايم الكاونتر اللي شغال مع البري سيت فاليو للتايم بتاعك، بيبدا الكوكر ايه يتشيك ذيس وذن ذيس، الانترنج فاليو وذن الايه التايم اللي هو الكاونتر اللي هو مشغله. طيب وبعدين الاند تايم مي بي بري سيت، الاند تايم انت ممكن تحدد ان البري تايم اصلا تكون بري سيت فاليو في الحاله دي، or may be calculated by microprocessor، يعني ممكن احتمال ان انت يا اما تحدد له تايم مثلا بعد ربع ساعه يفصل يبقى هو بيبدا، او في تايم معين الساعه كذا مثلا لو في عنده كلوك داخلي، او انه يبدا يكاونتر من خلال الايه against the current time، يبقى في او من خلال الكاونتر calculated by microprocessor based on cooking time. طيب when they are equal، لما يبقى التو تايم equal المفروض يحصل ايه؟ الكوكر بروسيس او الكوكينج بروسيس تقف خلاص لان خلاص بقوا ايكوال. طيب المايكرو بروسيس تشيك التايم التمبريتشر داتا سنت فروم السنسور، انت عندك برضو في سنسور وفي تمبريتشر فاليو. طيب انت المفروض في بريست تمبريتشر ان انت المفروض تسخن مثلا بويلنج على 70 ديجري مثلا، وفي سنسور بيقيس درجه حراره او بيسنس بيميجر التمبريتشر ديجري انسايد ذا ايه ذا كوكينج اليمنت، فبيبدا يشوف الهيتنج اليمنت دي لو وصلت لو الفاليو لزان البريسيت فاليو، ها لو لزان لسه اقل من هيبقى يظل او يستمر كونتينوس اون سويتشنج اون. يعني ايه؟ يعني التمبريتشر از او ما لو وصلت للتمبريتشر از جريتر ذان او ايكوال تو البريسيت فاليو، في الحاله دي الهيتنج لازم يعمل سويتش اوف، لازم يعمل سويتش اوف. طيب وانس الكوكينج بروسيس از فينيشد، الفينيشنج طبعا زي ما قلنا يا اما من خلال التمبريتشر وصلت للبريسيت فاليو او التايم وصل للبريسيت فاليو، ادي حاجتين اهم، ده بالنسبه للاوتوماتيك كوكر. وانس الكوكينج بروسيس فينيش المايكرو بروسيسور هيسند ا سيجنال تو بيبر، شوف خد بالك هنا البيبر ده عشان يدي الارم عشان يميكنج البيبنج ساوند تو انديكيت، عشان يوضح لك ان الايه الكوكينج سايكل او الكوكينج بروسيس كومبليتد. يبقى نلخص تاني اللي احنا قلناه بالنسبه للاوتوماتيك كوكينج او الاوتوماتيك اوفن، انت عندك فيه سنسور بيقيس التمبريتشر وكاونتر بيعد التايم، انت بتعمل بريسيت فاليو لحاجتين للكوكينج تايم والتمبريتشر. يبدا اول ما بتكوك بتسويتش اون بيبدا عندك السنسور بيشتغل مع الهيتنج تايم الهيتنج تمبريتشر تمام، ويبدا يكمبير او يتشيك لو الفاليو بتاعت الهيتنج تمبريتشر lower than البريسيت فاليو فبيكونتينيو او يتني سويتش اون، لو وصلت لجريتر ذان اور ايكوال تو البريسيت فاليو فلازم اعمل سويتش اوف عشان البروسيس بتاعت الكوكينج ايه تستوب. نفس الشيء لو انا شغال معايا تايم يبقى يكمبير او يتشيك البريسيت تايمينج فاليو مع التايم اللي انا بتاع الكاونتر الخاص بالكوكر نفسه، لو وصل الكاونتر للكاونت للبريسيت فاليو اللي انا حطيتها بعد افتر 15 مينت مثلا او جريتر ذان يبقى لازم يعمل سويتش اوف. ادي فكره او المين ايديا اوف اوتوماتيك اوفن كوكر كنترولنج ابلكيشن كنترولنج ابلكيشن. طيب ناخد مثال تاني او نقطه ثانيه على موضوع الكنترولنج ابلكيشن اللي هي السنترال هيتنج سيستم، اللي هي الـ زي ما نقول كده التكييفات المركزيه، اللي هي طبعا سنترال هيتنج يعني اللي هو يعتبر ايه تكييف بس لدرجه حراره مش لدرجه حراره عاليه مش لتخفيض درجه حراره يعني. طيب in the example figure 6.6 الفيجر اللي جاي ده هو هنا بيتكلم على موضوع ان انت في هيتنج بس بالجاز سبلاي، جاز سبلاي يعني ممكن تقول السخانات اللي شغاله بالجاز ممكن تمشي نفس الطريقه زي ما هنشوف كمان شويه في فيديو محضرينه على الحته ديت، او السنترال هيتنج سيستم بصفه عامه سواء كان هو طبعا او ان كان جاز يعني ممكن يكون من خلال الهواء يعني انت بتسخن في الهواء او ان انت بتسخن ووتر، هو هنا بيقول لك البويلنج في ووتر يعني. طيب ايه الفكره كلها؟ الجاز سبلاي از يوز تو هيت الووتر ان بويلر. طيب الفالف اون ذا جاز سبلاي زي ما انت شايف كده في فالف هنا اللي بنقول عليه البلف يعني الفالف
ماله on the gas supply is controlled by microprocessor. controlled by microprocessor. microprocessor بيبدأ يكنترول الفالف اللي هنا كده by the gas supply عشان يopen أو يclose the gas supply عشان يبويل الإيه؟ الواتر. طيب عشان يديك في الآخر إيه؟ لما تدي جاز هنا بيبقى يشتغل عشان يدي firing وبالتالي after that boiling the water around central heating system. whenever the temperature drops blue نفس الطريقه برضو احنا عندنا بن preset value. طيب لو ال temperature blue ال preset value ها نفس الطريقه لسه اقل منها يبقى في الحاله دي هيعمل ايه؟ المفروض هي switch off هي switch on الايه ال boiling system. هو هنا بيقول لك في ملحوظه ال water pipes radiator are not shown في الدياجرام only those part controlled by microprocessor are shown. يعني الجزئيه الخاصه بالرادياتور اللي هو التخفيض درجه الحراره لان انت زي ما محتاج تزود درجه الحراره انت محتاج سنسورز عشان ايه يديكريز التمبريتشر. فالجزئيه بتاعت الرادياتور هنا مش شارحها او مش بتكلم عنها، بتكلم على الايه هاو تو بويلنج سيستم او هيتنج سيستم. طيب تعال نفهمها برضو بشكل تاني كخطوات كستبس وهي دي اللي بتيجي في الاكزام. ان انت عندك الريكوايرد تمبريتشر از كيد. اول خطوه انت الكي باد دهيت الجزئيه دي بتبدا تانتر الداتا بتقول له لو سمحت انا عايز هيتنج ذيس فاليو تو تمبريتشر ديجري فور اكزامبل مثلا 70 ديجري او 80 ديجري. طيب بتغذي الكلام ده بتانترنج ذيس داتا تو كمبيوتر. ده بيستورد في الكمبيوتر هو انا بيرمز لي بالمايكرو بروسيسور ميموري. مايكرو بروسيسور ميموري اند كولد ذا بريسيت فاليو. كولد بنسميها ايه؟ البريسيت فاليو. طيب خزنت البريسيت فاليو اللي هي جايه من اليوزر اصلا، هو عايز يخلي درجه الحراره 80 90 100 وات ايفر ديجري. نبدا بعد كده التمبريتشر سنسور. التمبريتشر سنسور كونستانتلي باستمرار بيبدا يسند الداتا ريدنج تو مايكرو بروسيسور. reading to microprocessor. انا دخلت له هنا 80 درجه يبدا باستمرار يريد الداتا الكي انترد فروم اليوزر. وبعدين السنسور داتا فيرست سنت ذيس داتا انالوج تو ديجيتال كونفرتر. انا هنا دخلت له داتا معينه فيبدا يسنت الداتا دي من انالوج تو ديجيتال كونفرتر تو انالوج انتو داتا انتو ديجيتال داتا عشان اخزنها للمايكروبروسيسور على هيئه 1 وزيرو. طيب وبعدين الديجيتال داتا السند تو مايكرو بروسيسور ماشي. وبعدين المايكرو بروسيسور بيكمبير بقى الداتا اللي جايه دي مع السنسور. احنا بنتكلم هنا على السنسور. سنسور ريدنج داتا تمبريتشر. سنسور بيريدنج الداتا من الايه اللي جايه من الايه الووتر وبيبدا يحولها الى فروم انالوج تو ديجيتال عشان يقراها المايكرو بروسيسور. بعد ما بندخل احنا عندنا في داتا هنا انتر فروم اليوزر وفي داتا هنا جايه من السنسور. ببدا المايكرو بروسيسور بيعمل ايه بقى؟ بيكمبير او بيتشيك الداتا بتاعه اليوزر مع الداتا اللي جايه من السنسور. لو الداتا بتاعه السنسور lower than لسه اقل من الداتا او الفاليو اللي مدخلها اليوزر هنا فبالتالي المفروض يستمر continuous switch on مع البريسيت فاليو. لو temperature reading greater than او equal لو وصلت السنسور greater than او equal to البريسيت فاليو يبقى no action is taken. no action greater than or equal to البريسيت فاليو no action is taken. طيب لو هي اقل، هو الفكره هنا ايه؟ ان درجه الحراره اقل فالهادي يشغل الهيت. لو اكبر منها ده اللي انا مطلوب ان تكون درجه الحراره ايه؟ حتى هنا بيقول لك انا فكره الرادياتورز not included في this system. المفروض اصلا لو انا بسخن درجه الحراره يبقى لحد درجه معينه ما يقدرش يستمر، فهو مش شارح الحته دي او مش مذاكرها في الجزئيه دي. حتى هديك اكزامبل هنا او question يقول لك اتكلم لي على موضوع الراديتور انت باشرحه يعني. طيب احنا بنتكلم هنا خلاص الداتا البريسيت فاليو جايه من السنسور فبيبدا يكمبير. لو الداتا بتاعت السنسور greater than الانترنج داتا فنو اكشن از ايه؟ no action is taken. طب لو temperature reading less than يعني مثلا درجه الحراره اقل lower than الايه الداتا بريسيت فاليو اللي جايه من اليوزر مثلا 50 ديجري وانا المطلوب مني اني اوصلها هنا حسب الكيز الى 90 بس هي 50 يبقى المفروض انا اعمل ايه؟ اسويتش اون ايه بقى؟ بص يا سيدي هتشغل الاكيوتيتور. الاكيوتيتور او الاكيوتيتور دوت اللي هو بيشغل الفالف هنا بتاع الجاز. يعني ايه؟ هبدا طبعا عشان اشغل الاكيوتيتور يبقى لازم
اكتويتر يبقى لازم فروم مايكرو بروسيسور داتا اللي هي 1 و0 احولها لانالوج داتا عشان ابدا سويتش اون ده. يبقى في الحاله دي محتاج انا ديجيتال تو انالوج كونفرتر، فببدا اسويتش اون حاجتين، اسويتش اون الفالف اللي هو خاص بالبويلر واشغل الفالف الخاص بالووتر بامب، افتح الووتر بامب ادخل البامب والسخان او البويلر ده يبدا يشتغل، والفالف دوت جاي من ايه؟ البويلر ده جاي من الووتر، فببدا اشغل الاثنين. طيب وبعدين البروسيس كونتينيوس انتل يبدا يشغل الجاز سبلاي على البويلر هنا عشان يبدا ايه؟ يهيت الووتر لحد ما توصل الووتر للديجري المطلوبه هنا او اعلى منها او لو جريتر ذان. البروسيس دي بتكونتينيو اهي زي ما قلت لك انتل السنترال هيتنج سويتشد اوف لحد ما تبقى اعلى، وبالتالي يبدا يعمل سويتشد اوف. طيب احنا معانا فيديو بسيط عن الموضوع كده هيشرح لنا الموضوع بشكل مبسط يعني، تعالوا نشوفه مع بعض. Hi, I'm Vance, and welcome back to Repair and Replace. Your furnace is something you never really think about until it stops working. But with a little bit of knowledge, it's much easier to troubleshoot problems. So today, we're going to learn how a gas furnace works. First, we'll cover the basics. Then, we'll dive a little deeper into the sequence of operation so you can understand what each component does. Let's begin. Although there are some differences, all gas furnaces work. زي ما انت شايف كده الجاز بيبدا يطلع من هنا من البايبس ديت عشان يبدا يهيت الووتر هنا في البامبس دي، بامبس ووتر. In the same basic way. بس لازم يكون في سنسورز موجوده معانا عشان تبدا تقيس الديجري، وبرضه يكون في كمبيوتر زي ما هنشوف او مايكرو بروسيسور عشان يبدا يسويتش اون او اوف. Natural gas is burned to warm up the heat exchanger. The exhaust fumes are released through. خد بالك من جزئيه، الجزء اللي تحت ده الفان اللي تحت دي او المروحه دي زي ما هشرح كمان شويه هي اللي بتعمل الرادياتور او تبريد لدرجه الحراره عشان ما تزيدش بشكل مستمر يعني. The flue gas vent. The blower fan then pushes air over the heat exchanger and circulates it around your home. The furnace runs until the thermostat detects the right temperature and shuts the furnace off. Modern furnaces use a draft inducer fan to help exhaust the emissions. This forced draft also increases the efficiency. Condenser furnaces use a dual heat exchanger to condense water vapor, and this extracts even more heat out of the combustion. Furnaces are rated by FU, or annual fuel utilization efficiency. This number is a ratio of the fuel burned versus the fuel converted into heat. Older furnaces will have an efficiency rating of 70 FU or less, meaning that only 70% of the fuel is turned into usable heat. Mid-efficiency furnaces are around 80, and high-efficiency condenser furnaces are generally 90 and above. Furnaces can be single-stage or dual-stage. Single stage furnaces run at one speed, which means it's either full heat or no heat. Two stage furnaces can run at full speed or a reduced speed when less heat is needed. This allows for the furnace to run quieter and maintain a more consistent temperature. Modern furnaces. هنا يبدأ يتكلم على السيفتي سويتش او زي يعني هو بيشرح طبعا الميكانيزم بتاع الجهاز بتاعه دوت الخاص بال، لكن انا الفكره كلها انا عايز تستنبط بس او تلست الانفورميشن فروم ذيس ديفايس ان انت هاو تو سويتش اون اند سويتش اوف باي سنسورز. Have a set of safety switches that shut down the furnace when the system is compromised. If a switch is tripped, it will cause the furnace to lock out. The furnace will attempt ignition several times before going into a hard lockout for up to an hour. Every time a lockout happens, the furnace will use flashing lights as codes to identify the source of the shutdown. And these codes are unique to each model, so check your furnace manual to see what each code means.
When the thermostat calls for heat, voltage is sent to the control board. هذه هنا الميكروبروسيسور كنترول بورد يعني مقصود بها الميكروبروسيسور. Next, the draft inducer fan pulls fresh air into the burner. هذه الكولر اللي تحت ده اللي هي الفان اللي تحت دي. Which allows for clean and efficient combustion. When the draft motor reaches full speed, the pressure switch will close, allowing for the sequence to continue. The pressure switch ensures that there is enough airflow inside the heat exchanger to safely operate the furnace. If the pressure is low, the switch will stay open and will prevent the furnace from igniting. If the pressure is good, then voltage is sent to the hot surface igniter. Some furnaces might use a spark igniter instead. After the igniter heats up, the gas valve opens and the burners ignite. The flame will continue as long as the safety switches remain closed. If the flame isn't detected after 7 seconds, the flame sensor will shut off the gas. When the burner is lit, the blower fan is delayed from running to allow the heat exchanger to warm up. This prevents the furnace from circulating cold air. The blower fan then pushes the air over the heat exchanger and circulates it around your home. هذه الجزئية بتاعت البلور فان اللي هي بتبدأ مش بس heating exchange ولكن أنا بحاول إن أنا blower fan يعني بحاول إن أنا decrease the degree of heating. The limit switch monitors the temperature of the air passing over. عندك في سنسور هنا بيشتغل على decreasing الهيتنج وده المطلوب في الكويشن اللي هيجي لك. The heat exchanger and will shut off the furnace if the system overheats. Any restriction of the airflow might cause the heat exchanger to overheat. That's why it's essential to replace the furnace filter every 3 to 6 months. Once the thermostat signals that the temperature of the home is normalized, the gas is shut off and combustion stops. Combustion stop بيبدأ طبعا ده كل ده sensors موجودة مع المايكرو بروسيسور. The blower motor will continue to run for several minutes until the furnace is cooled down. Finally, the unit is placed in standby until the thermostat calls for heat again. Hopefully, this has given you a better understanding of how a furnace works. Now, if your furnace is having trouble running, then watch our troubleshooting guide for a step-by-step breakdown. And there's a link to this in the description below. If you found this video useful, then subscribe to our channel. طبعا كلام ممتاز جدا بس ده مثال بيحاول يوضح لنا شكل الموضوع او طريقه how does it work for this device controlling for heating system. عندنا مثال ثالث على موضوع الكنترولينج ابلكيشن الكيميكال بروسيس كنترول. الكيميكال بروسيس كنترول مقصود بيها التفاعلات الكيميائيه او العمليات الكيميكال بروسيس ازاي كنترول درجه مثلا بي اتش او الاسيديتي والالكايل باي سنسورز. يبقى احنا عندنا في سنسورز خاصه بالبي اتش فهنا نفس الكلام هنا الفكره هنا ايه المين ايديا ان سيرتن كيميكال بروسيس اونلي ورك اف تمبريتشر اباف 70 ديجري مثلا اند البي اتش اللي هي الاسيديتي ليفل از less than 3.5. طيب لازم يكون عندنا هنا سنسور يوز تو از ا بارت اوف كنترول سيستم عشان ايه يشوف الديجري وبناء عليها يبدا يشغل الايه الاسيديتي او ما يشغلهاش يسويتش اون او اوف. الهيتر از يوز تو هيت رياكتور اند فالف ار يوز تو اد الاسيد. طيب احنا عندنا في فالف بقى بنضيف اسيد اسيد كيميكال او ان انا بسويتش اون او سويتش اوف عشان اد الايه الاسيد when necessary to maintain the acidity. ده depend on ايه depend على degree معينه مع السنسور بيقيسها. How does the sensor it work? How does the sensor مع الكمبيوتر used to control this process برضه بتمشي على خطوات معينه بنفس الطريقه بس انت بتتكلم على سنسورز خاصه بالاسيديتي. يعني ايه؟ يعني انت في عندك هنا بتستخدم temperature sensor نفس الكلام كنا بنتكلم في الهيتنج برضه في temperature sensor. يبقى temperature sensor بيبدا يقيس والبي اتش سنسور تو سنسور اهو خد بالك تمبريتشر وبي اتش. ليه تمبريتشر؟ تمبريتشر عشان عندي في 70 ديجري المفروض اوصل لها والبي اتش عشان في ديجري برضه
المفروض انا في عندي اثنين سنسور وفي اثنين بريسيت فاليو في نفس الطريقه التمبريتشر والبي اتش سنسور داتا فروم الكيميكال بروسيس. ايه اللي بيحصل؟ الداتا از كونفرتد تو ديجيتال يوزنج الانالوج ديجيتال كونفرتر. دي خطوه واحده وثابته في كل المراحل بتاعت الكنترولنج ابلكيشن. وبعدين ببدا الكمبيوتر تمبريتشر. الكمبيوتر بيكمبير او يتشكل انكامينج داتا مع البريسيت فاليو. خد بالك لازم المصطلح ده تستخدمه، البريسيت فاليو مع الفاليو اللي جايه من السنسور stored in memory. وبعدين عندك في ثلاث احتمالات، التمبريتشر از ليس ذان 70 ديجري يبقى السيجنال هيسند سويتش ايه اون، هيسويتش اون. لو هي لسه اقل من 70 ديجري، طب التمبريتشر جريتر ذان 70 ديجري المفروض هيسويتش اوف. هو ده اللي عمله. طب عندك حاجه كمان البي اتش، شوف هما اربعه، جزئتين خاصين بالديجري التمبريتشر ديجري، واثنين خاصين تو ديبند اون البي اتش ديجري. البي اتش جريتر ذان 3.5 اللي هو كان قايلها هنا من شويه، يبقى في الحاله دي برضو الفالف الاسيد هيبدا يضيف لو هي ايه جريتر ذان 3.5. طب لو هي ايكوال او ليس ذان، لازم اوقف البي اتش، لازم اوقف البي. انا عايز اوصله لاعلى من درجه بي اتش اعلى من 3.5. يبقى في الحاله دي السنسور شغال معاك بيريد الداتا، وانا لو عندي اعلى منها اوكي، لو نقصت يبقى في الحاله دي لازم اسويتش ايه اسويتش اون عشان ابدا ايه الكنترول الهيتنج فالف. للزان يبقى لازم اكلوز الفالف، للزان يبقى سنت تو كلوز الفالف. لو هي ايه less than او equal to 3.5 انا عايزها اقل منها، لو اكبر منها مفيش مشكله يبقى هيضيف، لو قلت هبدا ايه اسويتش اكلوز الفالف اكلوز الفالف. طيب ذا كمبيوتر سيجنال ويل بي تشينج انتو انالوج يوزنج الانالوج الديجيتال انالوج كونفرتر. ده فكره الانالوج الديجيتال تو انالوج كونفرتر عشان سويتش اون او اوف الايه الفالف الخاصه بالاسيد او الفالف الخاصه بسويتش اون او اوف الهيتر. انا عندي فيه هيتر بيشتغل سويتش اون او سويتش اوف، وفي اسيديتي ادد او اسيديتي نوت ادد. نوت ادد او كلوز دلوقتي الاسيديتي لو هي ديبند اون ان هي ليس ذان او ايكوال 3.5 لازم اعمل اوف ليه، اعمل اوف تمام. وبعدين ابدا اشغل الهيتر. لما توصل درجه البي اتش تزيد في الحاله دي اسويتش اون، اسويتش ايه الفالف عشان يسويتش ايه اون لحد ما تقل. اول ما تقل ببدا سويتش ايه اوف. طيب تستمر العمليه دي او كونتينيوز لونج از لونج از الكمبيوتر سيستم از اكتيفيتد. طبعا خطوات واحده ولكن خاصه بالكيميكال بروسيس كنترول. طيب النقطه الرابعه هنا معانا اللي هي الجلاس انفايرمنت كنترول. جلاس انفايرمنت كنترول جلاس هاوس اللي هي البيوت الزجاجيه اللي هي خاصه بالنباتات الاورجانيك. طيب هنشوف فيديو كمان شويه عليها بس هيشرحها هنا بشكل لطيف قوي. ايه الفكره؟ 5 different sensors، انا عندي 5 sensors. فكره الجلاس هاوس انفايرمنت في مكان او بيئه معينه بتزرع فيها بشكل نباتات معينه. طيب ايه فكره الجلاس هاوس انفايرمنت؟ يعني ايه جلاس هاوس انفايرمنت اصلا؟ جلاس هاوس انفايرمنت اللي هي بنسميها بالعربي الصوب الزراعيه، الصوبه الزراعيه. معناها ايه؟ يعني هي عباره عن ايه؟ جلاس هاوس انفايرمنت دي هي also called glass house او بيوت زجاجيه كده. If with sufficient heating a hot house. يعني هي بتبقى طبعا sufficient heating structured with a with walls and roof made chiefly of transparent material زي glass. عشان كده سميت glass house. Again structured with walls and roof made of chiefly transparent material such as glass in which plants require regulated climate condition are grown. This structure range in size from small shed industrial side building. يبقى إذن زي ما شفنا احنا محتاجين climatic conditions عشان plants grown. فعشان يحصل دوت لازم يكون في sensor ايه تميجر الفاليو بتاعت التمبريتشر، تميجر الاسيد، تميجر الهوميديتي، تميجر داتا كتيره قوي. فده اللي بيحصل من خلال الايه؟ الجلاس هاوس عشان يطلع البلانت او البلانت يجرو. فاحنا عندنا في 5 different sensors could be used here to control the glass house environment. Namely الهوميديتي اللي هي درجه الرطوبه يعني او المويستشر والتمبريتشر درجه الحراره والبي اتش واللايت.
واللايت محتاج ضوء طبعا عشان البلانتس محتاج ضوء. طيب عشان نبسط او سمبليفاي البروبلم، ذا كنترول ميكانيزم ار شوين في الفيجر ده زي ما انت شايف كده. هو شكله كبير شويه بس هو بسيط قوي قوي يعني. هبسطه لك ان انا عندي في سنسورز بي تيكينج فروم سراوندينج سراوندينج ايه داتا فاليو، سواء كانت هاميديتي اللي هي درجه الرطوبه والمويستشر اللي هي درجه النديه او في التربه يعني، والتمبريتشر درجه الحراره في الغرفه او في الصوبه الزراعيه دي، والبي اتش اللي هي درجه القلويه عشان يبدا يضيف هنا فالف عشان يضيف قد الكايل ولا لا، واللايت برضو عشان انا محتاج ادخل ضوء اسويتش اون او سويتش اوف. انت لو خدت بالك هنا مع كل سنسور ببدا هنا اسند سيجنال موتور عشان اوبن الويندو او عشان اسبراي ووتر. طبعا هنا اوبن الويندو او سبراي ووتر عشان الهوميديتي، انت الرطوبه دي محتاجه ايه، يا اما تفتح شباك زي ما بيقولوا بالعربي كده او تسبراي ووتر، سبراي ووتر 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 لحد ما تبدا البريسيت فاليو الهوميديتي تكون جريتر ذان البريسيت فاليو. نفس الشيء هنا المويستشر، يا اما بتهيتنج هيتر تو دراي او فالف عشان تاد ووتر برضو بناء على بريسيت فاليو. وعندك التمبريتشر، يا اما توبن الويندو لان درجه الحراره بقت ايه جريتر ذان البريسيت فاليو، او لو اقل يبقى تكلوز الويندو، تكلوز الايه الويندو اقفل الشباك يعني زي ما بيقولوا عشان تسويتش اون وتبدا تسويتش اون الهيتر لحد ما درجه الحراره تعلى في المكان. وبالنسبه للبي اتش او درجه البي اتش اللي هي الحموضه يعني في المكان او القلويه، فبتبدا تضيف يا اما اسيد تضيف تاد الاسيد او ان انت اد الكايل. انت في البي اتش بيعتمد على درجه القلويه او الاسيدتي او الاكسده يعني، يا اما تاد اسيد لحد ما يوصل البي اتش يزيد يبقى اعلى من البريسيت فاليو، او ان انت تكلوز اقل من lower than preset value فتبدا تضيف ايه الكايل. وعندك في سنسور اخير لللايت، فكره اللايت ان انت تكلوز البلايند عشان زي ما تقول كده تغمي الاوضه يعني او تقفلها، او ان انت تسيجنال تو سويتش اون الارتفيشال لايت، او ان انت تشغل الاضاءه وبالتالي عمليه الايه البناء الضوئي يعني تبدا تشتغل مع البلانتس. فهنا بدا يوضح لك الجزئيه دي بشكل بسيط برضو قوي. Because of the number of sensors، انت معاك كذا سنسور هنا اهمت تمام. This is clearly quite complex problem. Let us consider، تعال نعتبر معانا سنسور واحد بس نشتغل عليه اللي هو الهوميديتي سنسور. هوميديتي يعني ايه؟ Yes، هوميديتي يعني الرطوبه، درجه الرطوبه يعني الموجوده في الصوبه الزراعيه دي. This send signal to an analog digital converter، بتبدا تسند داتا من السنسور تو انالوج ديجيتال كونفرتر عشان يدخل، which is then send to digital to computer عشان ابدا الكمبيوتر. اصلا انا عندي في preset value، preset ايه value with stored value اللي هي بنقول عليها preset value، لازم البريسيت دي معاك، وبتبدا تديسايد what action needed to be taken. انت بتتكلم على الهوميديتي. طيب follow arrange line، لو انت اتبعت كده اللاين معاك هنا في الهوميديتي انت بتعمل ايه، يا اما توبن الويندو يا اما تسبراي ووتر. ادي بس ايه فكره السنسور الخاص بالهوميديتي. فنفس الشيء هنا مع البريسيت فاليو، فولو الاورنج لاين، الاورنج لاين هنا عشان تشوف الهوميديتي، بالف ديسايد اكشن نيدد تو تيكن، فولو الاورنج لاين اباف، اف الهوميديتي جريتر ذان البريسيت فاليو ذا كمبيوتر سند سيجنال تو انالوج ديجيتال، ديجيتال انالوج كونفرتر عشان يوبريت الموتور، يشغل الموتور وبالتالي يوبن الويندو reducing الهوميديتي عشان يقلل ايه الهوميديتي، يقلل الرطوبه لما تفتح الشباك خلاص الهوميديتي هتبدا تقل. لو نقصت الهوميديتي عن البريسيت فاليو لازم اقفل الشباك، سند سيجنال تاني تو اوبن الفالف تو سبراي ووتر انتو ذا اير، فولو ذا جرين لاين عشان تشوف الايه الجرين لاين. الجرين لاين هنا الخاص ب الخاص بيه اللي طبعا بيريدنج هنا فروم جرين لاين، بيبدا يريدنج السنسور هنا عشان يدخل الايه الداتا على الكمبيوتر عشان يكمبير ات وبالتالي يبدا سويتش اون او اوف. سيجنال تو فالف تو سبراي ووتر اور فولو الجرين لاين عشان الدايجرام او ايفر ريدنج سيم از البريسيت فاليوز ان نو اكشن از ايه تيكن، نو اكشن از تيكن. This isn't shown في الدايجرام طبعا since it could follow other direction. الكنترول بروسيس كونتينيو، تستمر بقى العمليه دي
اوبن الويندو كلوز الويندو اوبن يبدا يضيف سبراي ووتر او ما يسبراي ما فيش سبراي ووتر اون واوف سيرش اون واوف بناء على السنسور داتا بيكومبير الفكره واحده كلها طبعا يعني المين ايديا بتاعت فكره الكنترولنج ابلكيشن وان ايديا فكره واحده كلها ان انت عندك في بريسيت فاليو في سنسورز بيريد السنسور بيدخل على الانالوج ديجيتال كونفرتر الديجيتال بتبدا يكومبير او يتشيك يكومبير الفاليو مع البريسيت فاليو لو طلعت جريتر ذان بيبدا سويتش اون لو لوور ذان بيبدا سويتش اوف وهكذا حسب النوعيه يعني انا سويتش اون لو انا همدي مثلا زير او سويتش اوف على حسب الداتا اللي داخل. طب احنا معانا فيديو بسيط كده بيوضح لك شكل الجرين هاوس او الجلاس جرين هاوس عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي في الموضوع دوت السبجكت ده نفهمه بشكل اوضح. تعالوا نشوفه مع بعض. Fully autonomous greenhouse. I have added a couple of sensors to regular greenhouse to make it a little bit smarter and more autonomous. Here we see the watering management device. هو زي ما انت شايف كده الجرين هاوس كلها عباره عن صوبه زجاجيه ممكن ما تكونش الجلاس ممكن تكون ماده ثانيه شفافه كده عشان تمرر الايه ويكون في ويندو عشان يوبن او سويتش اون او اوف الويندو ديت وتمرر الاضاءه. different measurement طبعا احنا تكمله للميجرمنت اللي احنا قلناها المره اللي فاتت الكنترولنج ابلكيشن. زي ما انت شايف الويندو اهيت بتوبن او تكلوز بناء ديبند اون ايه depend on sensor value معينه preset في المايكرو بروسيسور. Another data reader only without motion sensor. The greenhouse can measure soil moisture. طبعا بيقيس درجة الرطوبة اهي في الأرض. High temperature. التمبريتشر في المكان نفسه. High humidity and water temperature. والهميديتي. Detect movement and display information on the screen. It irrigates the plants automatically. هذا شوف زي ما انت شايف الكنترولنج ابلكيشن اون او اوف. ديبند اون السنسور لوحده اوتوماتيك. شوف هتشوفها تاني اهي. شايف بيتحرك لوحده طبعا بناء على المايكرو بروسيسور داتا مع البريسيت فاليو. It irrigates the plants autonomously and opens ventilation window if necessary. The greenhouse automatically turns on the water pump to fill the water tank located right in the greenhouse. The water is heated to a temperature suitable for watering the plants. Using LoRa, low battery. شوف هو هنا في الحته اللي فاتت دي بص شوف الفالف ده بي اوبن او سويتش اون او اوف اوتوماتيكلي طبعا بناء على الايه من الديجيتال تو انالوج كونفرتر اهو شوف اول ما يسويتش اوف خلاص يبدا يشتغل هنا اهو هنا سويتش اون وهكذا. يعني شوف لو بصيت هنا كده هتلاقي في فالف هنا اهوت او اول ما وصل لمستوى معين كلوز ادي المايكرو بروسيسور الله انت كونكتد طبعا عايز يقول لك هنا ان انت كونكتك على كونكتد على موبايل ابلكيشن بقى من فروم اني بليس يو كان ريد ذا داتا وتقدر ان انت ايه تفولو او تتراك يور اوبريشن انسايد الجرين هاوس. Possible to control greenhouse parameters and see sensor measurements. Application with name Greenhouser is available on Apple Store. This is window opener that works on the principles of thermodynamics. There is no electronics here. A simple but practical thing that can be bought at alexpect.com. It opens at 25 degrees and closes below 20 degrees. هو يعني ما فيش اي حاجه هنا 25 ديجري بتبدا تفتح اوتوماتيكلي او lower than 25 طبعا سنسور يعني lower than 25 degree. Okay, let's install a water tank. Watering will be organized on a self-flowing basis. The water heats up to 30 degrees Celsius during a day and acts as a good radiator for cold nights. I modified it a little bit and added a water flow sensor and a switch that signals when the tank is full. For irrigation, I use drip irrigation system, which can be cheaply bought from Chinese friends. This system drops 2 liters per hour. So my estimates say I will water the green. The system drops 2 liters per hour. يعني زي بيسقي الزرع يعني 2 لتر per hour في الساعة. House for 30 minutes a day.
As a result, I will be able to verify and measure the soil moisture with طبعا ده السنسور الخاص بالهامديتي الخاصة بالتربة. I will have a special thermometer for liquids to be able to read the water temperature. Okay, let's switch to electronics and programming. There are four separate devices that communicate with each other using lower messaging system. All devices operate with 3.7 volt lithium battery. These devices are the data reading device activated by the motion sensor. It reads air temperature, humidity, and three soil moisture readings. This device is placed in the front of greenhouse in the northern part and activates the screen as soon as a person enters the greenhouse. It beeps when the amount of the alarm system برضو بيبدأ يشتغل معانا هنا when the amount of moisture in the soil moisture is not applicable. Not applicable. يعني لو مش مناسب برضو بالنسبة للموستشر بيبدأ يدي alarm. The data reading device without motion sensor and screen. It reads the same measurements, only it does not have a screen and a motion sensor. This unit is located on the south water tank controller. This device is responsible for filling the water in the tank and supplying the water to the plants. In general, it opens or closes water irrigation system. Also, it reads water temperature. And last one, pump switch. It is important to mention that LoRa technology allows you to control devices even 8 kilometers far away. If you wish, you can build such greenhouse by yourself. It is quite cheap. Arduino source code الاردوينو الخاص بالموضوع المايكرو بروسيسور هو of the project is available below. Thanks for watching. طبعا الدائره بتاعته بسيطه قوي لو منكم اللي هيدخل الهندسه ممكن يتعلمها وبس بتعتمد على السنسورز اللي انت هتستخدمها. طيب اذا احنا استخدمنا كذا نوع من الـ amount of sensors here in greenhouse فالتيبل في النكست بيج دي بيوضح لنا list possible sensors that might be used in various application which involves measurement control زي ما اتكلمنا في جزئية الكنترول application كذا sensors استخدمناهم فالتيبل اللي جاي ده بيوضح لنا انواع السنسورز اللي ممكن نستخدمها سواء كانت temperature sensor يبقى بيستخدم using in control central heating system او used in control of measuring temperature chemical process ده بالنسبة للtemperature الmoisture بتستخدم في measuring used control glass house زي ما قلنا من شوية أو measuring moisture level in any process زي production electronic component مثلا يبقى أنت محتاج moisture برضو لأن لو درجة معينة من moisture أعلى ممكن تبوظك الالكترونيك component الأكسجين كربون دايوكسيد يبقى أنت بت environment monitoring measuring الأكسجين content in the river مثلا ان محتاج درجه معينه للاكسجين في الريفر وبالتالي انت بتقيس درجه البلوشن تقدر تعرف ان في بولوشن في المكان ولا لا وبرده الاكسجين محتاجه في البلانتس ميجرنج الكربون دايوكسيد ليفل في الجلاس هاوس وبالنسبه لللايت برده محتاجه في الجلاس هاوس وبيميجرنج الليفل دارك في الفوتوغرافي في الاماكن اللي هي التصوير يعني اللايت وميجرنج فور لايت ليفل انت لما بتصور بالموبايل طبعا بتحتاج ان انت يكون في سنسور خاص باللايت عشان يدي فلاش او لا مثلا ميجرنج فور لايت ليفل في الدارك في الفوتوغرافي او يوزد ويذر اوتوماتيك دورز اوتوماتيك دورز لايت يعني ايه؟ يعني انت عندك في ابواب معينه بتبدا مجرد ما تحرك الباب يبدا السنسور يشتغل ويشغل النور او يسويتش اون لايت او لو قفلت الباب يسويتش اوف وهكذا يعني. طيب وعندك الانفراريد الله الانفراريد اللي هي الاشعه الحمراء او تحت الحمراء ديت اللي هي بتستخدم بتديكتنج الانتروديودر بريكنج اوف انفراريد بتستخدم هتلاقيها في الليفتات هتلاقي في انفراريد سنسور لو انت داخل الليفت مثلا فالدور الباب بتاع الليفت ما بيقفلش ونفس الشيء في اماكن اللي هي فيها ممكن يحصل فيها سرقات مثلا او كده فبيشغلوا الانفراريد سنسور عشان لو في شخص بيتحرك في المكان فيبدا السنسور دوت يكلوز او سويتش اوف
الانفراريد سيركت وبالتالي يبدا يدي الارم للانفراريد. عندك في البريشر سنسور اللي هي درجه الضغط الجوي او ضغط في اماكن معينه بحيث انه يبدا يدي برجلر الارم سيستم ديتكتنج الانتروديودر او اللي هو لو مثلا في مكان فيه بريشر معين ضغط معين او مكان فيه ثقل او ثقل معين يعني في وايت او معينه او وزن معين في مكان فانت بالتالي مثلا افرض في انتروديودر او شخص غريب مثلا دخل في مكان معين ففي ضغط حصل فانت بتقيس درجه الضغط اللي حصلت ديت لو شخص ماشي ولا حاجه وبالتالي يبدا يدي الارم اللي هو الحرامي مثلا او شخص لص ولا حاجه. نفس الشيء بيكونترولنج الفايكل as they pass over bridges افرض في فايكل مثلا بوزن معين او كبير معين bigger than pressure معينه فيبدا البريشر ده يبدا يدي الارم مثلا يقول لك ما يعديش اكتر من 2 طن في المكان ده او في البريدج ده لان خطر كبير على البريدج وهكذا. الاكوستيك بيبيكنج ساوند اكوستيك ده خاص بالساوند بقى الفوت ستيب لو في خطوات معينه هو يوزد ان برجلر برضه سيستم او في الاشخاص اللي هم اللصوص ديتكتنج ليكويد or solid moving pipes check blockage pipe لو في اصوات معينه جايه من مثلا صنبور معين او شيء معين فيبدا الاكوستيك خاص بالساوند سمع صوت معين فيبدا يدي الارم. الموشن الحركه لو في حركه معينه detecting الموفمنت virtual reality interface device طبعا دي في الاجهزه اللي هي زي البلاي ستيشنز مثلا او الاجهزه الالعاب اللي هي بموشن معين يبدا يحرك رجله فيبدا ايه يموشن ده بيبدا السنسور يشتغل معاه. والبي اتش او درجه الحموضه او القلويه الخاصه بمكان معين ميجرنج الاسيد او الالكلاين القلويه او الحموضه اللي موجوده في الريفر مثلا عشان يقدر يتعرف على البوليوشن مونيتورنج. ويوزد برضه في الجلاس هاوس عشان يميجر السويل زي ما قلنا من شويه اسيديتي او الالكلاين. وممكن ان انا استخدم البي اتش سنسور في يوز تو مويستشر اسيديتي كيميكال في البروسيس زي ما شرحنا من شويه. Approximately distance, distance to another name for above sensor such as infrared. ممكن نسميها الموشن سنسور او الانفراريد سنسور يعني ممكن ترتبط بالاثنين. طيب احنا هنتوقف النهارده عند الكنترولنج سيستم وان شاء الله السيشن الجاي نبدا نتكلم على التيرتل جرافيك. بس قبل ما نشوف التيرتل جرافيكس احنا هنا في جزئيه بيقول لك why use sensors and computer system to control process. احنا بنستخدم اصلا السنسورز والكمبيوتر سيستم عشان نكنترول البروسيس ليه؟ واي؟ A number of advantages ايه مميزاتها يعني؟ number of advantages were given earlier احنا اتكلمنا عن المميزات دي under the measurement application ان انت عندك these advantages also ممكن ان احنا نتكلم عنها في couple of two advantages. اهم ميزتين ان the response time of the parameter is out of range is much faster اسرع من الانسان طبعا او اسرع من اي حاجه ثانيه. كمان البروسيس از لو البروسيس دينجرس او هازارد مثلا يبقى محتاجين احنا نكنترول ات فروم ا ديستانس من مسافات بعيده مثلا انت بتقيس اشياء معينه الزلازل البراكين حاجات هازارد درجات حراره عاليه او اوفنز حاجات زي كده يبقى البروسيس دي بتبقى افضل ان احنا نستخدم فيها سنسورز. الديس ادفانتجز از فيري سيميلر تو ذيس جيفن فور ميجرمنت نفس الديس ادفانتجز اللي قلناها في ان الكمبيوتر زي ما قلنا من في السيجن اللي فاتت من اهم تو ديس ادفانتجز سيميلر تو الميجرمنت ابلكيشن ان الكمبيوتر از انيبل تو ريسبوند تو انيوزوال سيركمستانس والكمبيوتر ايكويبمنت اند ميجرنج سوفت وير كان بي مور اكسبنسيف. دول اهم اثنين موجودين. طيب احنا هنتوقف النهارده عند الجزئيه دي ان شاء الله نكمل السيجن الجايه في التيرتل جرافيكس ونتقابل على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.